لان الرجله انقرضت بزاف، ولو كيبانوا السراول سير لاصال تريني كبر اللحيه اجي يقول انا راجل. فقط الرجوله ما كتبانش بالفورمه ولا باللحيه. كلشي كتوب، اللي يتزوج بك يدوز بك موضه ويهرب عليك. جوج رجال قلبوا كيقلبوا على مرة وحدة، جوج رجال اها ماشي مشكل، يلا يكون واحد فيهم يعني يجمعيهم بجوج، يلا يكون واحد راجل. الا هما غياخذوا جوج رجال فانا ناخذ اربعة كلهم بديورهم، واخا انا ما عنديش دار ديورهم عندهم في قلبي. مشيت نتزوج طلبوا لي 200,000 ورقه، قلت لهم بلا قص نمشي نتلاقى معاه هنا في الدوره نعيش انا وياه. سلام كي دايره؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك. شكرا شكرا حيت دزت في البرنامج ديال الاشواق، واحد الاذاعه يعني موثقه مزيانه. اليوم جينا باش ندويو على بزاف ديال التناقضات، كيتناقضوني على ديك الاغنيه اللي درت على حكيمي، وبغينا نهضروا على واحد جوج ديال البنات باغين يتزوجوا راجل واحد، وبغينا نهضروا على واحد السيده حتى هي باغا تزوج بجوج رجال. المهم انا باقي نهضر في واحد وما عنديش مع الهضره في الناس، ولكن انا جيت نصادق هذوك البنات لان عندهم الصح. كما كتشوفوا المغاربه اغلبيه ديال العيالات خدموا ولو كيخدموا وهزين اسر، علاش ما نعطيوهمش الحقوق كما كنعطيو الاب؟ تقول لي بلد اسلامي، وي بدل بلد اسلامي، ولكن في البلد الاسلامي من زمان كانت المراه في الدار والراجل هو اللي كيقوم على يعني على الاطفال وكل شيء. دابا ملي المراه ولات كتخدم وكدير كل شيء فلازم ومن حقها تاخذ حقوقها في اي حاجه كان كياخذ فيها راجل حقوقه. انا مني وجبد انا كنقول انا بالنسبه لي انا اللي عطوني الحق غناخذ اربعه الرجاله، اربعه مكسيين لابسين مصبطين، غنحترمهم غنقدرهم، غنكون انا هي الراجل ديال الدار من الاخر. لا داك الحكام نو، هذيك عقليه قديمه، غنحكموا انا وياه في داك البيت باش نوقفوه ونربي وليداتنا فقط. ما عندناش داك المصطلح ديال انا نحكم وهي تحكم، كنعرفوش انا. واش بالك في هذوك جوج رجال اللي خرجوا قال لك احنا مستعدين ناخذوا مره وحده؟ من حقهم لان الرجله انقرضت بزاف، ولو كيبانوا السراول سير لاصال تريني كبر اللحيه اجي يقول انا راجل. فقط الرجوله ما كتبانش بالفورمه ولا باللحيه، الرجوله كتبان بالمعقول بالكلمه، بانك رجل هز دريكتك هز حوايجك وليداتك في امان كيقراو، هذه الرجله. الرجله ماشي في اللحيه ولا في السبرديله. دابا اش بالك انت بالنسبه لك تبغى تاخذي جوج ولا؟ انا بالنسبه لي كنهضر على راسي، انا ما غناخذ لا واحد لا جوج، انا بغا نمشي نخدم. علاش غناخذو؟ باش يبني ليا دار ونولد ولاد؟ داكشي طلع ليا في راسي، كلشي كتوب، اللي يتزوج بك يدوز بك موضه ويهرب عليك. علاش انا ندير هاد المعاناه كامله؟ انا غير حبيبتي انا تبدلت. ولكن دابا شنو الراي ديالك في هذيك السيده اللي قالت لك انا بغا زوج رجال واش عندها الحق؟ شنو الراي ديالي في ديك السيده اللي قالت لهم انا بغا جوج رجال؟ انا كنصادقها من حقها، كتشوف شي حوايج كديرهم للمراه بزاف والراجل ما كيدير والو. طبيعه الحال راه ده حق ديالها انها تطالب، انها تطالب بحقوق ديالها كمراه.
بخصوص ديال هذاك الفيديو اللي خرجوا جوج جرجال كيقلبوا على مرة واحدة، تقدري تقبلي بهم؟ شكون؟ جوج رجال قلبوا كيقلبوا على مرة واحدة، جوج رجال؟ اها ماشي مشكل، يلا يكون واحد فيهم، يعني يجمعيهم بجوج يلا يكون واحد راجل. شوفي كل شيء باش نعيشوا في هذه الحياة خص التفاهم، تفاهم. خويا انا واحد الانسانه مستقله مستقره، الا هما غياخذوا جوج رجال فانا ناخذ اربعه كلهم بديورهم، واخا انا ما عنديش دار ديورهم عندهم في قلبي. بغيت شو المعقول هادشي كيعني علامه الساعه، وان الانسان خصو يمشي مع الساعه، ما تبقاش تجبدوا لينا الزمن القديم وحنا كنا وكنتم، صرنا وصرتم، سيروا مع الشعب شنو باغي، لان الاميزاريه وبزاف الحوايج المحاكم عامرين بالطلاقات، خاصنا نلقاو واحد الحل. فهمتي مني وجبت مشيت نتزوج طلبوا لي 200 الف ورقه، قلت لهم بلا قص نمشي نتلاقى معاه انا في الدوره ونعيش انا وياه. نو انا صافي طلقت، انا ما عندي حتى شي راجل في حياتي. يلا خاطبني واحد السيد في ايطاليا، غادي نتزوج قريب من ايطاليا، وانا فرحانه بزاف ليا والمغاربه وعايشه المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وتنقول لهم يكونوا قوياء في الله معانا. لا عييت، لا بالنسبه للمسلسلات عييت صافي، قلبت عليهم تعييت صافي، قشور البنجال هو اللي تيبان ليا اختي، ما بقى والو، قلبنا على الرجال تعيينا ولا ولينا الشمايت. اللي باغي يطلع قناته انا جاي شحال في عمرك 18 عام اش غندير بك، سير عند امك دير لك ليكوش. لا اختي شوفي خلاص هذا القول، انا ما بقيتش باغا نتزوج، انا وليت باغا نعيش بيزنس بيزنس. ايوا حكيم بوحدو عاوديني على حكيمي، تحية للحكيمي اللي سجلها في البال. الصراحة غزال عمر دار بين النية والقلب الزوين ديالو ديال مو ديال عائلته وكل شيء، يستاهل يستاهل، وحنا المغاربة نستاهلو. كنبغي نوجه رسالة للحكيمي، صارم صارم ناضل ناضل باش تفوت ميسي وتفوت كل شيء، لانك انت مغربي حر، حنا حالفين انت غنوصلوك ونفوتوك وغتكون لاعب كره عالمي مشهور. وانا كنواعدك السي الحكيمي انني غنشجعك اقوى شد تشجيع، عطي الكره ومتعقلش عليهم داو يهدوك يخلعوك، انت بطل المغربي. ما تجيكش غريبه ان بنات خرجوا كيطالبوا بالزواج، راه من حقهم، راه ما كاينش الزواج، ما كاينش الزواج. الا بغات شي واحد راه تمشي تصاحب معاه يلعب عليها غدا يقول لها بسلامه، الزواج ما كاينش صافي. حاولي تعولي على راسك وتخدمي، ملي غتخدمي وديري صالير ديالك وفيلا ديالك غيجيو عندك بزاف. انا راه جاو عندي وبلوكيتهم، بلوكيت الواتساب صافي، ما بغيتينيش وانا فقيره ما عندي ما ندير بك وانا برزقي، فهمتوا كونوا في الشكل. هذيك تحسينه ديال حجباني كت هذاك فراغ من قلبي، حيت انا مريضه مرض نفسي، كنبغي نخوي فرغت قلبي، حسنت حجباني باش ننتقم من راسي، ماشي من اي واحد، باش ننتقم من راسي، حيت انا ظروفي صعيبه في هذه البلاد وصابره والله لا اله الا الله. لا حبيبه شوفي انا ما كندير شي حاجه ما كنقولش من الناس، بالعكس انا كندير شي حاجه ديالي، شي حاجه كتخصني، شي حاجه كتخرج من قلبي. هويام كيعصبها الدوله اللي كتعيش فيها، هويام كيعصبها الناس اللي دايرين بها، هويام كيعصبها بزاف د الحوايج، هويام ما كتقراش الامن والامان في بلادها، هويام غادا في الزنقه وخايفه من حوايجها. وكاين اش غندير انا، راه كيجي يوقف معاك يونسك ما تقولي ماشي مشكل لا استغني. كاين شي واحد كنشوفو طلع القناه ديالو من رادار، عارفه كلشي. مش عرفتيني انا من تندور، عارفه كلشي. كاين اللي باغي يدير سميه بنتي، كاين اللي باغي يطلع بسميتي، انا الحمد لله سيلباتير، ما كنعرف حتى شي واحد. يلا واحد السيد في طاليان غيتزوجني، باقي ما دخلش المغرب، سميتو كرم، ان فوا غيدخل راه غتشوفو الجديد مع هويام ستار،
وبنساوش تدخلوا القناة ويان ستار تشوفوا الجديد ديالي ديال أغنية مهدية الحكيمي ديال المغرب. كنشجعوا بزاف كنقول ليه جيبنا البطولة ديال مصر وغيعجبك المغرب. مغاربة راه واعرين، إلا ربح المغرب أول وحدة غتكون فرحانة بزاف، وأول وحدة غدير واحد الحفلة كبيرة ما فيها لا قاعة لا تريتور لا والو، جات على الشارع وغنبلبلوها وغنرونو ما في كازا، وكاع الناس ديال كازا وداخل كازا وخارج كازا غادي يحضروا فيها مع هويام، وغنغني لكم حبيبتي مسكنت. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.